حضرتك آليات لتحفيز المزارعين لزراعة أهم المحاصيل اللي احنا في حاجة ليها، اللي هي المحاصيل المستهدفة والزراعات التعاقدية. عايزين شرح من حضرتك لهذه الآليات. تمام. وطبعا في البداية فيه طبعا اهتمام كبير من القيادة السياسية بالقطاع الزراعة والسادة المزارعين. فطبعا في العديد من الآليات اللي احنا بنستخدمها عشان نحفز السادة المزارعين للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية اللي بترعاها الدولة. فمن هذه الآليات أول حاجة السياسة السعرية. فإحنا بنوضع قبل ميعاد الزراعة بوقت كافي، بنعلن عن أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية، بحيث إن المزارع يتخذ قراره بأنه يتوسع في زراعة هذه المحاصيل. وده تم بالفعل الفترة الأخيرة استعدادا لموسم الشتوي اللي هو الجديد، يعني إن شاء الله اللي هو 23-24. تم الاتفاق وزارة الزراعة مع مصانع إنتاج السكر في مصر، وتم الإعلان عن سعر بنجر السكر بحوالي 1500 جنيه للطن للموسم اللي جاي. للموسم اللي البنجر بدأ زراعته بالفعل. البنجر بدأ زراعته. طب اللي قبله كان كام؟ كان حوالي 1200. كان حوالي 1200، فبالاضافه ايضا 1500 هذا العام، بالاضافه للعديد من الحوافز اللي بيتم تقديمها للساده المزارعين من مصانع بنجر السكر ده بالتنسيق مع وزاره الزراعه. يعني بنقدم لهم التقاوي بالمجان، بنقدم لهم الخدمة الآلية أيضا بالمجان، بنساعدهم في حاجات كتير جدا في خدمة المحصول بسعر التكلفة أو بالمجان بشكل كبير. أيضا بندرس حاليا في الوقت الحالي إن احنا نحدد سعر الضمان ونعلنه لمحصول القمح. جاري التنسيق حاليا ما بين وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي مع الوزير السيد القصير ومع الوزير التموين، إن احنا بندرس حاليا يعني السعر اللي احنا نقترحه إن شاء الله للسادة المزارعين عشان نعلن عنه في القريب العاجل بإذن الله، وهيكون برضك إن شاء الله سعر مجزي ومحفز للسادة المزارعين للتوسع في زراعة محصول القمح. أيضا بنقدم أيضا التقاوي الجيدة للسادة المزارعين. على سبيل المثال احنا هذا العام موفرين حوالي 100% من احتياجات المزارعين من تقاوي القمح بأسعار يمكن بسعر التكلفة. وتم تخفيض السعر، كان 650 جنيه للشكارة وزن 30 كيلو، تم تخفيضها إلى حوالي 550 جنيه فقط. وبيتم توفير هذه التقاوي للسادة المزارعين في وفقا للخريطة الصنفية لكل محافظة. ايضا بنعمل حملات ارشاديه للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجيه، دي بتكون في الحقول بتاع الساده المزارعين، بحيث نعرفهم بالممارسات الزراعيه الجيده اللي هتؤدي الى زياده الانتاجيه والانتاج. ايضا اهم حاجه بقى اللي هو محصول الاسمده الكيماويه. احنا بنوفر للساده المزارعين الاسمده الكيماويه، يعني شكارة اليوريا بحوالي 240 جنيه، سعرها في السوق العالمي حوالي 650 جنيه، بنوفرها للسادة المزارعين بحوالي ثلثها في السعر في السوق. موجودة في الجمعيات الزراعية؟ ايوه موجودة. يعني طبعا دلوقتي فترة مفيش محاصيل، يعني بنحصد المحصول الصيفي ولسه قدامنا حوالي شهرين كده على ما نزرع القمح. فاحنا بنجهز هذه الأسمدة في الوقت الحالي، وان شاء الله في قبل ميعاد زراعة بوقت كافي هتكون متاحة للسادة المزارعين. وايضا بنسهل عملية استلام المحصول من السادة المزارعين من خلال ان احنا بنوفر نقاط كتيرة جدا لاستلام المحصول من السادة المزارعين، وبنحاول ندفع ثمن المحصول خلال 48 ساعة كحد اقصى.